مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مبادرون، هذا البرنامج الذي من خلاله نتعرف على أصحاب الأيادي البيضاء والهمم العالية، نحكي قصصهم ومثابراتهم وأدوارهم في صناعة البسمة وزراعة الأمل، فأهلا وسهلا بكم. يحدث أن يقوم أحدهم بإضاءة بقعة مظلمة في قلبك، كنت قد نسيت وجودها تماماً، والحقيقة أن الحيرة تشتد حينما تجد من يستمر في نشر النور محاطاً بالظلام. شاكر بارحمة الشاب الشبواني هو أحد النماذج التي تجسدت في تلك العبارات بأبهى صورها. مع مرور الزمن تحقق الحلم الذي يطمح إليه الشاب الضرير، فقد استطاع شاكر تأسيس صندوق لرعاية وتأهيل المعاقين في شبوة، والذي من خلاله ينفذ العديد من المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمعاقين ورفع قدراتهم، مما يسهم في انخراطهم في المجتمع ويبعدهم عن عزة الإعاقة ونظرة الاحتياج. حكاية شاكر الضرير البصير نتابعها في سياق القصة القادمة. أنا ولدت والحمد لله كفيف، إعاقة بصرية عندي، ونشأت وتربيت، ولأن المعاني في عشت أنا واقع الألم. قطع على نفسه عهداً بأن يسخر كل جهده ووقته لخدمة من يحتاج إلى مساعدته. الشاب الكفيف شاكر بارحمة ابن 37 ربيعاً يسير كل صباح إلى مكان عمله متحسساً طريقه بعكازته بعد أن فقد بصره بسبب مرض ألم به في صغره. لم يستسلم شاكر لإعاقته، بل مضى في ممارسة حياته الطبيعية كأي شخص سليم، فهو يستخدم الهاتف بمهارة ويسير في الشارع دون مساعدة من الآخرين، ويؤدي غير ذلك من أنشطته معتمداً على نفسه. شاكر عم الصالح منذ صغورته وهو يحب يعني فعل الخير ويحب الالتقاء بالناس وبالأصدقاء، حتى كان في أيام دراسته في طفولته رغم الإعاقة البصرية كان الضعف الأولي، لم يكن يعني أنه انتهى بصره إلا بعد فترة من تقدمه في السن، ويحب العمل التطوعي مع المعاقين بالذات ويقدم لهم الخدمات اللي يقدر عليها. لم يكن يعني البصر إعاقة له، كان كل ما وقع في موقف أو شيء كان يتعدى هذه المرحلة. أسس شاكر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، يقدم من خلاله خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يقيم لهم الدورات التأهيلية والتدريبية بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والانخراط في المجتمع، كدورات الخياطة والتطريز للنساء المعاقات ودورات التمديدات الكهربائية لأشخاص يعانون من إعاقات مختلفة. أشرفت على تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في سوق العمل، فنفذنا مبادرة التمكين الاقتصادي
التي استهدفت 30 أسرة من أسر ذوي الإعاقة، فدربنا من خلالها 30 امرأة من ذوات الإعاقة أو أمهات معاقين على التفصيل والتضريس والخياطة، ومكناهم تم تسليمهم المكاين، وهم الآن الحمد لله في سوق العمل ومستفيدين من هذا المشروع. وأيضا مبادرة ودورة التمديدات الكهربائية التي استهدفنا من خلالها 10 شباب من ذوي الإعاقة، وأيضا مبادرة توزيع الكراسي الإلكترونية المتحركة التي تعد من كأول مبادرة لتوزيع كراسي إلكترونية في المحافظة التي استفاد منها الأشخاص ذوي الإعاقة حركيا. استطاع شاكر أن يفتتح قسما خاصا بالعلاج الطبيعي للعناية بالأطفال الذين يعانون من عدم القدرة على الحركة تحت إشراف مدربين يخضعون الأطفال لعدة جلسات يومية. أنشأنا مركز الرحمة للعلاج الطبيعي والحركي لتسهيل لخدمة هذه الشريحة من يحتاجون إلى تدليك وغيرها من العلاج الطبيعي في المحافظة، لكي نخفف عنهم السفر أو التنقل إلى المحافظات الأخرى. أيضا اتفقنا مع عدد من المستشفيات بتخفيض رسوم الفحوصات رسوم الفحوصات والإشاعات للأشخاص ذوي الإعاقة أن تكون لهم تخفيض موجب الاتفاقية التي وقعت معهم. أيضا من ضمن الخدمات والمبادرات التي قدمناها مساعدات مالية وإنسانية مثل الغذاء وغيرها من الخدمات المجتمعية التي يسعى تخدم ذوي الإعاقة. بهمة عالية قدم شاكر أنموذجا للمعاق الخدوم الذي جعل من إعاقته نقطة انطلاق لتقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، باذلا وقته وجهده لإسعاد أقرانه. عند النظر لمثل هذه القصص تشعرك بأن الحياة لا زالت بخير فرغم هذه الإعاقة، إلا أن هناك إرادة تتحدى الصعاب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف الشاب شاكر بارحمة صاحب المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذ شاكر معنا في برنامج مبادرون. أهلا وسهلا بكم، الله يعطيكم العافية وشكرا على هذه الاستضافة. مرحبا بك أستاذ شاكر. هذا النوع من المبادرة أو المبادرات يعني تجسد روح الأمل، يعني تعطي إرادة قوية لكل الناس بأن يكون لهم بصمة في المكان الذي يمكث فيه. حابين نسمع أكثر عن هذه المبادرة فحدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني نظرا للظروف التي كانت يعيشها ذوي الإعاقة في محافظة شبوة، نظرا لطبيعتها الجغرافية الواسعة يعني متنامية الأطراف، أتت فكرة يعني أن نتابع لتأسيس فرع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في المحافظة. فالحمد لله يعني نجحنا بتأسيس الصندوق في 2020، ويعني بدأنا يعني بالتحضير للإعداد وانطلاق المبادرات. يعني أهمية وجود الصندوق لأنها شبهها يعني عبارة عن قرى ومناطق متباعدة، فصعب أنها تكون جمعية بحجم جمعية أهلية هي من تقدم خدمات لهذه الشريحة. فوجود صندوق كان مهم لتسهيل تقديم هذه الخدمات، فلهذا حرصنا على تأسيس وإنشاء الصندوق في المحافظة. أيضا ما هو الحافز أو الدافع الذي حرك شاكر للقيام بمثل هذا الدور؟ أنا واحد من يعني ذوي الإعاقة كفيف منذ الطفولة، فالعدم وجود يعني صندوق المعاقين في المحافظة هو
بعد يعني جهة مراكز ترعى هذه الشريحة في المحافظة سابقا عانيت، يعني حرمت من التعليم سنوات عديدة وحرمت من كثير من الحقوق التي كفلها لنا ديننا الإسلامي وكفلها لنا القانون والمجتمع. ف يعني لهذا يعني من رحم المعاناة، لأني واحد من الذين عانوا، يعني أتى أصريت وحاولت جاهدا على وجود كيان يخدم هذه الشريحة لكي يخفف المعاناة على الأجيال القادمة بإذن الله. نعم، أيضا ممكن تتذكر أول نشاط قمت به وكيف كانت ردة فعل المجتمع لهذا العمل الفريد؟ طبعا أول نشاط يعني سعينا فيه، بدينا بعد تأسيس الصندوق، هو عملت جاهدا على جمع بيانات وإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يسهل لنا الوصول لهم. فبادرت بإنشاء جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين في محافظة شبوه التي أنشأناها في بعد افتتاح الصندوق في 2020. يعني كان تحدي كبير، لأن يعني لازم أن يحضر عدد كبير ليحضروا المشاركة في الانتخابات وانتخاب إدارة لهذه الجمعية تديرهم. فعملت جاهدا والحمد لله جمعنا عدد كبير من المكفوفين من جميع مديريات محافظة شبوه، يعني أتوا من يعني قطعوا مسافة ما يقل عن 150 كيلو، بعض المديريات بعيدة أتوا ليشاركوا في هذا يعني الاجتماع والانتخاب إدارة لجمعية رعاية تأهيل المكفوفين، وتكلل هذا النجاح يعني العمل نعم. بالنجاح الحمد لله. نعم أكيد أن التحديات يعني اللي مريت فيها ما بتكون صعبة خالص، فأيش أكثر تحدي كان أمامك وكيف تجاوزته؟ طبعا دائما أي عمل يبدأ من نقطة الصفر يكون في صعوبات كبيرة وتحديات. ف يعني في البدء نظرة المجتمع كانت قاصرة للشخص المعاق على أنه خلاص لا يقدر أن يعمل شيء، فواجهنا هذه الصعوبة أن نجعل المجتمع والأسرة التي يجد فيها الطفل المعاق أن نوصل لهم مع المفهوم بأن الطفل هذا إذا وجد إذا توفرت لديه الإمكانيات سيكون كادر وسيكون ذوي فائدة على أسرته ومجتمعه. فعملنا جاهدين يعني على إيصال هذه المعلومة، والحمد لله تجاوزنا الصعوبات، ومن أكبرها هي صعوبة توعية المجتمع على التعامل مع المعاق وفهم حق المعاق وكيفية احترام المعاق في كل المجالات. نعم، عندما تحضر الإرادة كل شيء بيظل بسيط أمام الإنسان. شاكر، رسالة أخيرة تود توجيهها إلى من ترغب؟ رسالتنا هي للجميع، للسلطات للسلطة في المحافظة وللجهات المانحة ولكل فاعلي الخير أن يقفوا إلى جانبنا لمساندة هذه لمساندة أعمالنا لخدمة هذه الشريحة. نحن نسعى جاهدين إلى تقديم كل الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، فنريد يعني تكاتف الجميع معنا لتسهيل عملنا وتوصيل خدماتنا ومبادراتنا إلى هذه الشريحة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك شاكر على حضورك معنا وتواجدك في هذا الاتصال. مشاهدينا الكرام، استمتعنا وإياكم بالحوار مع هذا النموذج الفريد لشاب تحدى الإعاقة وتغلب عليها، وتسليط الضوء على الصدى والتأثير الذي أحدثه شاكر. كاميرا المهرية سألت عينة من الناس عن المشروع وعن أهمية الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به والثغرة التي يغطيها، فنتابع. هذا الشاب الذي قام بهذه المبادرة شاكر بارحمة، يعني أعتبرها مبادرة إيجابية، وعلينا نصحاء أن نوقف إلى جانبه وندعمه في هذه المبادرات للاستمرار في هذه. أنا حصلت كثير من المبادرات من المعاقين ذهنيا، وحصلوا على حققوا إنجازات في هذه الدورات، واستطاعوا العمل من خلال هذه الدورات بعد هذه الدورات، واستطاعوا أن يعيشوا يحصلوا على مصدر رزق بعد هذه الدورات. فهذه المبادرة إيجابية وتستحق الإشادة وتستحق أن ندعمها، وتستحق أن جميع الناس أن يدعموه
ويحصل على أي مساعدة من أي مكان كان. الحقيقة الأخ شاكر يعني شهدت فيه مجروحة بالنسبة لشاكر وشاب ثابر، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أعتبر الاحتياجات الخاصة أنما هم ذوي الإهمال، ونحن نشجع المبادرات مثل هذه سواء كانت من شاكر أو غيره من الشباب، بحيث على دائما المجتمعات واللي تنهض في شبابها، ونشجع جميع الشباب على القيام بمثل هذه المبادرات لما لها من أهمية في المجتمع وأيضا تحت الشباب الآخرين. شيء طيب ومبادرة جميلة، هذه لفتة إنسانية من شخص معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقل ما توجد هذه الفكرة أو هذه عند أشخاص سليمين، وللأسف المجتمع ما يلبي أو يوقف معه، ولكن هذه مبادرة طيبة منه، نحن نشد على أيديه وندعو له بالتوفيق والسداد في هذه مهمته. فهي مهمة أولاً، فيها مهمة إنسانية تحمل معاني جميلة وكبيرة جداً. نرجو من الله تحت توفيق السداد، والله يوفقه. ولمناقشة أهمية الدور الذي يقوم به شاكر وأقرانه من أصحاب الهمم، وبالتحديد عن دورهم في دمج هذه الشريحة المهمة من أبناء المجتمع، نستضيف معنا عبر الزوم الناشط المجتمعي شرف طه. أهلا ومرحبا بك أستاذ شرف معنا في برنامج مبادرون. أهلا وسهلا بكم أستاذ هالة، مساكم الله بكل خير. أوجه لكم أولا تحية على التفاتكم لهذه الفئة ولهذا النوع من الأعمال. أهلا وسهلا. نعم. الشاب شاكر بارحمة قدم نموذج جديد ورائع، أيضا أعطى فرصة لكل إنسان أنه يستطيع أن يقدم الكثير ويترك بصمة في المكان الذي هو فيه. أشرف يعني أو شرف، نريد أن نسمع تقييمك عن هذه المبادرة. نعم، في الحقيقة كل ما أستطيع قوله عن مبادرة الملهم شاكر أنها مبادرة ملهمة، و مثل هذا النموذج هو موجود أصلا في اليمن، والكثير من النماذج الموجودة والنوابغ ربما كانوا من ذوي الإعاقة. مثلا عندنا البرادوني من أبرز الشعراء اليمنيين، وكذلك الشيخ محمد حسين عامر. هؤلاء هم يعني الإعاقة بشكل عام أستاذة هالة هي مسألة الإرادة فقط، فالخوف إعاقة والتردد إعاقة، وليس فقط الإعاقة في الحواس. نعم، أيضا شرف، ما لا يقل عن 4.5 مليون يمني هو يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكيف يمكن استثمار هذه الجهود وهذه الطاقات وتحويلها من حياة الاحتياج إلى الإنتاج؟ في الحقيقة الدور المجتمعي يلعب محورا ومركزا أساسيا في هذه المسألة، وهي إشراك هؤلاء الفئة في الأعمال أو تأهيلهم لأداء أعمال مجتمعية بحيث يصوروا فئة منتجة في المجتمع. أيضا أهمية الدور المجتمعي في ظل غياب الدور الرسمي الذي يجب أن يقدم الكثير ويكفل بيئة آمنة ومستقرة لهؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أقصد تحديدا، ما هو الدور المجتمعي؟ في الحقيقة الدور المجتمعي وخاصة المبادرات الشبابية أصبح لها دور فعال جدا في سواء في هذه الفئة، فئات المعاقين، أو في بقية الجوانب المعيشية للمجتمع اليمني بشكل عام، في ظل غياب الدور الحكومي وكذلك حتى المنظمات المسؤولة عن هذه الفئة وعن بقية شرائح المجتمع، أصبح مجرد وجودها في الساحة مجرد صوري دون تحقيق أي نتائج فعلية تذكر أو تغيير يذكر في حياة المجتمع. صحيح. أيضا أستاذ شرف، كيف يمكن تعميم فكرة شاكر بارحمة وتعميمها على أوسع نطاق في المحافظات اليمنية؟ في الحقيقة هو يحتاج إلى تنظيم وترتيب لها، يعني بشراكات، إقامة شراكات سواء مع منظمات أو مبادرات أخرى. مثلا على سبيل المثال نحن أسسنا قبل يعني في بداية شهر 5 الماضي
مبادرة إكسير حياة، وهي مبادرة تنموية شبابية، وحاليا إن شاء الله في الأيام القادمة هي مبادرة ستكون للكفيفين، بالضبط مبادرة بك أبصر. نحن إن شاء الله نعد الملف الخاص بها ونطلقها بإذن الله قريبا، فبالتالي نحتاج إلى تكوين شبكة تواصل بين المبادرات المجتمعية في عموم الجمهورية اليمنية. نعم، رسالتك الأخيرة شرف تريد توجيهها لمن يرغب عبر شاشة قناة المهرية؟ نعم، أوجه رسالتي عبر شاشة المهرية إلى أولا الجهات المعنية لتفعيل الدور المناط بهم في الاهتمام في هؤلاء الفئة، فئة المعاقين أولا، وكذلك الفئة المتعددة سواء النازحين أو الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، وكذلك أوجه رسالتي إلى من هم خارج اليمن، خاصة الذين هم خارج اليمن أصبح يعول عليهم في مسائل كثيرة، في إعادة الحياة لأهلنا في اليمن، في إعادة الأمل لهم. لذلك هي رسالة أوجهها لكل من هو قادر على تقديم العون لهم لأهلنا في اليمن، سواء من وجهاء، مسؤولين، الشباب. الشباب هم عماد الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نعول كثيرا على هذه الفئة. نعم، أشكرك جزيل الشكر، ونرجو أن رسالتك أن تصل للجهات المختصة. شكرا جزيلا لك شرف طه، كنت معنا عبر خدمة الزوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، ولا تنسوا تكونوا سفراء البرنامج عبر ترشيحكم للمبادرون عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، مبادرون من أجل الإنسان.